طلاب اليوم راح نبدي ويا المحاضرة. ها ما عندي خل تمام نعيد الشير. شير سكرين. ستوب شيرينج. هسه طلاب واضحة عندكم الشير؟ لو اللي إذا ماكو يا ريت واحد يفتح المايك يقول ما واضحة الشير. تمام. طلاب المحاضرة السابقة يعني على مود بس نسوي عليها مراجعة سريعة، تكلمنا بالأول شيء على الكريبتوغرافي التشفير، وأخذنا من ضمنها الأسبكت أوف سكيورتي، أخذنا السكيورتي تولز اللي هي ليفل أوف سكيورتي، فانكشناليتي، البرفورمانس، وأخذنا أيضا السكيورتي جولز، الأهداف مالت السكيورتي، عرفنا الأوثنتيكيشن، الأكسس، وأخذنا أيضا بعدها شفنا الفرق بين البرايفت كي والبابليك كي، وبعدها ايضا اخذنا الاكتيف وهي السكيورتي اتاك، الهجوم اللي يحدث على السكيورتي الامنيه مالتها المهاجمين، ممكن يكون عندنا الباسيف اكتيف وعندنا الاكتيف اتاك. الباسيف اكتيف عفوا الباسيف اتاك قلنا عليه ممكن يسمونه الهجوم الخامل، وهو الهجوم اللي ما يصطحب أي تغيير بالبيانات اللي ترسل من السندر إلى الريسيفر. ليش؟ لأن البيانات مثل ما ترسل تستلم وما يكون بها أي تغيير، وعرفنا الأنواع مالتها، ريليز اوف مسج كونتين والترافيك اناليسز، يعني أكثر شيء هاي ممكن يستخدمونها بالتنصت على المحادثات الفيديوية أو المحادثات الهاتفية. وأيضا عندنا الترافيك أناليسز ياخذ المسج لكن يكون بدون أي تغيير، وأخذنا الأكتيف أتاك وهو الفعال، هو الهجوم الفعال، وهذا الهجوم يصحب تغييرات بالبيانات، فالأتاكر المهاجم ياخذ البيانات ويعيد صياغتها مثل ما يريد او يحصل على المعلومات اللي يريدها. واخذنا ايضا السكيورتي ميكانيزم، عرفنا شنو السكيورتي ميكانيزم، واخذنا السكيورتي مودلز وعرفنا الريكويرمنت اوف ذا سكيورتي مودلز وايضا الرسم مالتها. اليوم راح نبدي بالتشابتر 2. التشابتر 2 هو يعتمد على الخوارزميات عفوا اللي يعني بالنسبة للخوارزميات اللي هي مهمة، تعتبر الفصل الثاني وبعدين الفصل الثالث، وعندنا أيضا بالفصل الثالث والرابع راح يكون عندنا أحد أنواع الخوارزميات وهي الدس بس، لكن كل الخوارزميات راح تعتمد على ذن المصطلحات اللي أنا هسه راح أشرح لكم إياها بالفصل الثاني. هاي طبعا مطالبين بها يا طلاب، هاي السيماتريك انكريبشن، هنا السيماتريك انكريبشن هنا عندنا، هذا السيماتريك انكريبشن طلاب، هنا عندنا البلين تكست. البلين تكست this is the original message that we want to encrypt، يقول هي المسج الأصلية اللي احنا نحاول نشفرها. هاي طلاب يعني أكثر الكلمات والمصطلحات اللي راح تجيكم بالامتحانات وبالخوارزميات هي راح تكون مكررة من هذين الخمسة اللي احنا راح نتكلم بيها. عندنا هنا البلين تكست، سايفر تكست، انكريبشن، ديكريبشن، سكريت كي، هذني راح تتكرر عليكم. يعني أقول لك
the plain text of this message كذا كذا والسكريت كي كذا انطيني الاوتبوت اذا كانت عندي استخدم الخوارزميه مثلا سيزر البولي الفابيتكس ديس هذين راح تظل راح تتكرر وياك فلازم تفهم شنو من اقول لك بلين تكس هي شنية البلين تكس هي المسج الاصلية اللي انا اريد اشفرها يقول the house is now for sale for $4 million is worth more hurry before the seller receive more offer طبعا هنا هذا يسمونه مسج اصلية انا اريد ارسلها مثلا من هنا اريد ارسلها من هذا الشخص لهذا الشخص ليش على مود تكون ذات أمنية بس هاي تحتاج إلى خوارزمية التشفير هنا هاي المسج الأصلية أنا لازم أحافظ عليها لما أريد أرسلها وخاصة إذا تحتوي sensitive information إذا تحتوي على معلومات مهمة معلومات ما أريد كل واحد يطلع عليها لازم أستخدم خوارزميات التشفير على مود ترسل الى الريسيفر بدون اي معرفه من الاطراف الاخرى خاصه هسه مثلا نقول اذا بالبنتاغون يريد يرسلون رساله من شخص الى شخص اخر ويستخدمون لا ما يستخدمون هاي انواع التشفير لكن هم عندهم خوارزميات تشفير خاصه بهم ما حد يقدر يطلع عليها لان يعني اكو هواي مهاجمين يهاجمون على المواقع الأمريكية ويحاولون سرقة المعلومات المهمة لكن بالتشفير راح تكون الأمور كلها غامضة فهذا البلين تكست يعني شنو المسج الأصلية اللي أنا أريد أحولها لكن بدون أي تغيير ما بها أي تغيير هاي المسج اللي أنا أنطيك إياها السايفر تكست طلاب هنا The encrypted message output يعني شنو يقول هنا المسج المشفرة نتيجة المسج المشفرة نتيجة المسج المشفرة أنا هاي المسج دخلت عليها السايفر تيكس يعني شكو أوتبوت هذا بعد ما شفرتها راح تطلع لي مسج ثانية هاي المسج طلاب هاي المسج لما أجي أقراها هي هاي نفسها هاي بس شنو دخلت عليها خوارزمية التشفير لما هسه أريد أدزها مثلا لياسر أقول له ياسر هاي المسج مالتي هو ياسر يعني أكو بياناتنا معرفة وأنا منطيق سيكريت كي السيكريت كي هو المفتاح الخاص اللي يقدر يفتح الشفرة مال هذا ويرجعها وين على هاي الأصلية ويرجعها على المسج الأصلية المسج الأصلية موان منطي سكريت كي فيضيف ويا هاي المسج اللي هي مشفرة فتطلع له The house is now for sale for 4 million لما أدزها مثلا الآية أقولها هاي المسج ما تقول هاي المسج ما قاعد أفتهم هي شنو هاي يقصد بيها فهنا الغاية اللي أريد أوصلكم إياها البلين تكست هي المسج الأصلية بدون أي تغيير السايفر تكست هي المسج نتيجة المسج المشفرة اللي أنا أحصل عليها بعد إدخال الخوارزميات اللي راح نستخدمها إن شاء الله بهذا الفصل السلام عليكم دكتور محمد عليكم السلام ورحمة الله دكتور بالنسبة للراية يقول النت ضعيف وما أقدر أدخل للمحاضرة والله قاعد اشوفها قاعد تدز رساله على الفيس ما في مشكله ان شاء الله احنا مسجلينها هاي وتمام الحضور ان شاء الله ما في مشكله عندنا هنا طلاب الانكريبشن هنا شنو الانكريبشن هي الاليه اللي استخدمها لتشفير المسج الأصلية مالتي هي الآلية اللي أنا أستخدمها لتشفير اللي أحصل عليها من المسج الأصلية عندي هنا بلين تكست هذا البلين تكست عندي هذا البلين تكست
وعندي هذا الانكريبت، عندي هنا السيماتريك كي، هذا الكي، هذا الكي مالتي، راح يطلع لي هنا شنو هو، راح يطلع لي السايفر تكس. الانكريبشن هنا يعني الخوارزميه او الاليه اللي انا راح استخدمها للحصول على المسج المشفر، للحصول على المسج المشفر. فهنا البلين تكس هي المسج الاصليه، الانكريبشن هنا the process by which the plain text is converted into cipher text. يعني هنا العملية أو المعالجة اللي أنا أعملها على البلين تكست على مود أحصل على السايفر تكست. فشكو خوارزمية راح أستخدمها هنا، راح يسمونها هي هذا الانكريبشن ألغوريثم، انكريبشن ألغوريثم. السكرت كي طلاب، هنا السكرت كي هو هذا اللي قلت لكم عليه بالنسبة للمسج اللي أنا أريد أشفر، أو المفتاح الرئيسي. المفتاح الرئيسي اللي أنا دقيقة سكرت كي طلاب، هنا أنا. هذا السكرت كي يقول هنا أنا. السكرت كي is used to set some of all the various parameters used by the encryption algorithm. The important thing is known that the same secret key is used for encryption and decryption in classical cryptography. السكرت كي مثل ما قلت لكم طلاب المفتاح الرئيسي اللي يكون عدمن عند المستلم على مود لما يستلم الرسالة، على مود يستلم الرسالة يقدر يفتح التشفير ويعرف المغزى من هاي الرسالة، أو بالنسبة للسندر يضيف عليه هذا السكرت كي، راح ناخذها أيضا ويا الخوارزميات إن شاء الله، ويا المسج الأصلية مالتي هذا الكي، يضيفه ويا البلين تكس على مود يطلع له سايفر تكس جديدة بحيث ما حد يطلع على المسج الأصلية. الديكريبشن هو فك التشفير. شنو فك التشفير؟ يعني معناته أنا هسه حاليا أريد أرجع الرسالة الأصلية. افتهموها طلاب، أنا عندي بلين تكست، البلين تكست هاي مسج أصلية، لما أدخل عليها الانكريبشن وهذا يسمونه التشفير مع السكرت كي راح يطلع لي سايفر تكست، راح يطلع لي سايفر تكست. هذا السايفر تكست راح يكون عندي غير مفهوم، يكون عندي غير مفهوم للناس الخارجيين، الناس اللي يطلعون على الرسالة، فقط الشخص المعني لأن عنده السكرت كي مالته، فراح يضيف هذا السكرت كي ويفتهم الرسالة. فأنا عندي بلين تكست، عندي انكريبشن، المعالجة أو الخوارزمية اللي أستخدمها على مود أحصل على السايفر تكست. بعد السايفر تكست راح يجيني الديكريبشن. الديكريبشن أنا محصل السايفر تكست، أريد أضيف السكرت كي على الديكريبشن وأرجعها الى المسج الاصليه البلين تكست. شوف شلون رجعت، بلين تكست، انكريبشن خوارزميه، سايفر تكست، بعدين الديكريبشن رجعت لي الى المسج الاوليه اللي اني كتبتها. احد عنده سؤال طلاب بيها صعوبه هاي لو نمشي؟ دكتور ممكن تعيد السكرت كي؟ ما فهمتها زين. ها السكرت كي هنا أنا. آية سكرت كي هو المفتاح اللي يستخدمها، المفتاح اللي يستخدمها الشخص على مود يغير البلين تكست المسج الأصلية إلى سايفر تكست،
كل بلين تكست لازم يكون وياها مفتاح، كل واحد كل مسج أصلية لازم يكون وياها مفتاح على مود تتحول إلى السايفر تكست. السايفر تكست هو عملية النتيجة، يعني هسا أوضح لكم إياها أكثر. هسا هنا هاي الطلاب، هذا 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 البلين تكست، هنا هذا البلين تكست سوى ضاف زائدا زائدا لا هنا هذا البلين تكست هنا زائدا الكي زائدا الكي. هذا الكي من وين ينطيه؟ احنا يعني كبالسؤال ننطيه، بس هو شنو هو؟ هذا هذا البلين تكست ويا ويا كي. يعني مثلا كارقام راح ناخذها بالسيزر، بالسيزر عندنا هو إضافة رقم للرقم لكل كي، كي راح يتحول إلى رقم ثاني، لأن إحنا راح بالخوارزميات راح نتعامل ويا الأحرف الألفابتكس من الواحد إلى الستة وعشرين، راح نتعامل من الصفر إلى خمسة وعشرين باعتبار، أو الواحد إلى ستة وعشرين هذا بالنسبة لل الأحرف الأبجدية. يعني هسه مثلا هنا التي بالأحرف الأبجدية ايش قد الصادف عندنا؟ مثلا نقول مثلا 19 مثلا، زائد انا قلت لكم الكي مالتكم هو 3، ايش قد راح يصير؟ راح يصير عندي 22. اقول ال 22 بالالفابتكس مالت مالت من الاي للزت شنو يصادف لنا؟ راح يصادف لنا اكس، راح يصادف لنا اكس. شوفوا طلاب هسه شنو طلع عندي هنا؟ أنا طلع عندي اكس. هسه التي شنو تحول؟ التي تحول لي الى اكس. هذا هذا الثلاثه هو السكريت كي آية، هذا الثلاثه هو السكريت كي اللي اقدر احول البلين تكس الى سايفر تكست. هاي بعدين ناخذها ان شاء الله بالخوارزميات، بس وضحت شنو السكريت كي هنا؟ أنا واضحه دكتور. البقيه طلاب واضحه؟ واضحه دكتور. هسه هذا الموديل اوف كونفينشال انكريبشن نفس الحاله عندنا هنا، عندنا هنا عندنا هذا البلين تكست طلاب، هذا البلين تكست، البلين تكست المسج الاصليه تجين هنا سيكريت كي شيرد باي ذا سيندر اند ريسيبنت، اللي هو يقول لك مشاركه المفتاح لازم تكون فقط بين المرسل والمستلم، فقط المفتاح الأصلي يكون فقط دول الاثنين يعرفونها، البقية ما يكونون يعرفونها. راح شي يصير؟ راح يستخدم الانكريبشن الجورثم. انكريبشن الجورثم قلنا الانكريبشن الجورثم هي العملية اللي أنا راح أسويها على البلين تكس على مود يطلع لي شنو؟ السايفر تكس. راح أحولها ترجع لمرة ثانية الديكريبشن على مود أحصل على المسج الأصلية اللي أنا المسج الأصلية اللي أنا دزيتها بالبداية. راح يكون عندي أنا أحتاج شنو؟ راح أيضا أحتاج إلى السكريت كي، يعني المستلم لازم عنده شنو؟ لازم عنده السكريت كي، راح يدخل وياها، راح يدخل وياها الخوارزمية الديكريبشن اللي استخدمها هنا. أنا طلاب يعني مثلا بالإنكريبشن أنا استخدمت الخوارزمية مثلا نقول السيزر الديس، مو معناته بالديكريبشن استخدم خوارزميه مختلفه، اقول مثلا البولي الفابتكس الهيل سايفر، لا لازم لازم الخوارزميه اللي نفسها انا سويت بيها انكريبشن لازم نفسها الخوارزميه استخدمها بالديكريبشن. فمن استخدم هنا الديكريبشن لازم استخدم نفس المفتاح الكي اللي انا انطيتها بالبلين تكست، راح تنطيني هنا البلين تكست الاوتبوت اللي هي نفسها هاي الأول وحدة هاي اللي أنا سويت عليها عملية التشفير.
هذا الفوكابولاري اوف كلاسيكال انكريبشن. طبعا هاي يقول بعض المصطلحات. هنا الكريبتوغرافي سيستم يقول اني سنجل سكيم فور انكريبشن. والسايفر هنا السايفر مين ذا سيم ثينجز از كريبتو سيستم. بلوك سايفر بلوك سايفر بروسس باي بلوك اوف انبوت داتا ان at a time and produce a ciphertext block of the same size. With stream cipher encrypt data by fly usually one byte at time. هذا طبعا البلوك سايفر والستريم سايفر هذا لازم تخلونها ببالكم ان شاء الله ناخذها بالفصل الثالث لما ندخل بخوارزمية الدس. بلوك سايفر راح تكون عندنا عدة مصفوفات. احنا هاي المصفوفات راح تتحول الى من 64 إلى 56 إلى 48 إلى 32. هاي المصفوفات راح تصير. بس شنو احنا عندنا بلوك سايفر. البلوك سايفر هو بالأخير راح ينتج لنا سايفر تكست of the same size. والستريم سايفر لا هنا شي يقول process of input element continuously and produced and produce output one element at a time and it is gone along. فهنا البلوك سايفر والستريم سايفر ان شاء الله ناخذها بالفصول القادم. بس هاي كلها يعني كاتبكم واني هنا يعني فوكابولري تحتاجون فقط تطلعون عليها. بعدين ان شاء الله هاي راح ناخذها بشكل يعني بشكل معمق. هاي الconventional classical encryption هذا فقط للاطلاع. شو وقت سووها يعني هاي فقط للاطلاع إذا يعني ما يحتاج. هنا الconventional cryptography الرسم مالتها أيضا عندنا. هنا الرسم مالتنا عندنا source message هي اللي تشمل لنا المسج. هنا عندنا المسج سورس هو هذا البلين تكست. بعدين الانكريبشن الجوريثم هي الخوارزمية اللي راح نستخدمها وياها الكي سورس ونفسه السكريت كي. وايضا هنا عندنا السكيور شانل يعني كيفية ارسال الانكريبشن لازم تكون ضمن قناة مؤمنة. يعني مو ارسلها يعني يعني اي شيء لازم. يعني حتى هسه مثلا كرساله مهمه لازم يكون مثلا الحاسبات مثلا بها فاير وول بها انت فايروس بها يعني غير قابل للاختراق. الموقع مالتي محصن. وايضا انا ضربت مثال اللي حضروا بالقاعه يعني لازم يكون عندي يعني بعض المواقع اللي موجوده عندنا يعني اكثر الاتاكر من يقدر يجاوبني أكثر الأتاكر شلون يقدرون يدخلون للمواقع ويضربونها. أحد عنده فكرة؟ طلاب يعني كيف الأتاكر المهاجمين يقدر يضرب المواقع شلون يقدر يخترق الموقع؟ دكتورة جاوب؟ اي اي لا نعم انت لا طلاب دكتور عن طريق المصادقة؟ لا المصادقة هاي الاوثنتيكيشن ما ممكن يعني ما راح يصير بي. بس انا كاتاكر مهاجم واريد ادخل هذا الموقع مثلا كلية المعارف شلون ادخل الموقع كلية المعارف؟ مثلا عن طريق رابط يعني؟ وشو هو شلون الرابط؟ شلون راح يدخلك؟ ارسله مثلا لاحد او مثلا بشعبة البرمجيات اذا عندنا شعبة. اي ارسله أي. فد رابط يعني انه ايش تقريبا؟ هاي يعني هذا هم صحيح بس تعرفين هسه هاي شغلة معروفة اكثر الناس لما ترسلين رابط وانت غريبة ما راح افتح الرابط انا يعني وش وديني على الموقع. بس انا كموقع شلون اقدر اخترقه؟ الموقع شلون اقدر اخترقه انا يعني.
دكتور يحاول يشوف الثغرات اللي موجودة بأمنية. أحسنت عماد. هنا الموقع يلقى له بي ثغرة، فهذا الاتاكر يحاول يلقى ثغرة بداخل هذا الموقع، فيدخل وعلى المعلومات اللي بالداخل يضرب الكود مالته، يوقف الادمن، ياخذ الصلاحيات مالت الادمن، ياخذ الباسورد الادمن. ايش راح يسوي؟ لازم يوقف الموقع من السيرفر تماما على مود يقدر يسترجع. اما بذيك الفتره راح ياخذ كل الصلاحيات مالت الادمن ويقوم ينشر بكيفه. فتلقون مرات بالمواقع كاتب صور مثلا كذا، هذا ليش؟ لان لقى اكو ثغره بداخل الموقع وقدر يدخل عليها، لان اكو فدويك السكيور شانل اللي هنا موجوده اللي ادوصلكم اياها بين الانكريبشن وبين بين السندر والريسيفر. لازم اكو فد سكيور شانل اللي لما اوصلها لازم تكون تصل بصوره امينه بدون يعني بدون تلاعب باي البيانات. وهنا الديستنيشن عندنا الفاينل هو الاوتبوت، الديكريبشن هو فك التشفير. هنا الريكويرمنت مالتها هي نفسها، عندنا هنا الريكويرمنت مالتها المطالب كونفينشن كريبتوغرافي سترونج انكريبشن الجوريثم. طبعا كل ما كان عندي الخوارزميه قويه كل ما يكون عندي البلين تكس تحول الى سايفر تكس بصوره قويه ومن الصعوبه كسرها. يعني احنا عندنا عده خوارزميات راح نشوفها ان شاء الله، راح تشوفون مثلا خوارزميه السيزر اللي استخدموها بالحرب العالميه الاولى، خوارزميه فقط تضيف عليها رقم السكرت كي، ومن تعرف السكرت كي عرفت المسج كلها بعد خلاص. ليش؟ لان ما بيها ذاك الصعوبه. بس ذاك الوقت كانوا يستخدمونها مثلا بين الجنود، ينقلون من هذا المسج ينطي هذا المسج يقول له السكرت كي مالته كذا هالقد، فيضيف الارقام ويا الاحرف على الالفابتكس راح يتحول الى مسج ثانيه على مثلا العدو ما يطلع على المعلومات مالتها. فالسترونج انكريبشن الجوريثم مهمه جدا. ليش؟ على مود تقوي لي السايفر تكست. سكرت كي ناون اونلي باي ذا سندر ريسيفر، الكي مالتي لازم معروف بين السندر والريسيفر. من طلع الكي، من طلع الكي اي واحد غير السندر والريسيفر معناته المسج مالتك راحت وعرفوها. الانكريبشن والديكريبشن هو الواي والاكس، وازيوم انكريبشن الجوريثم از ناون، وامبلاي سكيور شانل تو ديستريبيوت ذا كي اللي قلنا عليها لازم تكون قناه مؤمنه حتى ارسل الكي. هنا الكريبتو اناليسز، كريبتو اناليسز هنا relies on knowledge of the encryption algorithm and some knowledge of the possible structure of the plain text such as the structure of typical entire bank financial transaction for particle full reconstruction of the plain text for the cipher text. طبعا هنا هذا الكريبتو اناليسز يعتمد على ذن الاربع شغلات اللي احنا راح نطلع عليها. هو the attacker has just a piece of cipher text. الاتاكر هنا المهاجم اذا يقدر يحصل على قطعه صغيره من السايفر تكست باستطاعته ان يقدر يحصل على المسج الاخرى، او pair of plain text او cipher text اذا حصل على المسج الاصليه او المسج المشفره. and how much structure is possible by the plain text، يعني الهيكليه ال proceed by the plain text كيفيه كان معالجها. وان هاو ماتش اوف ذا ستراكشر از ناون تو ذا اتاكر، ايضا الهيكليه ايش قد معروفه الى الاتاكر. فهنا اكثر العمليات اللي تصير واكثر العمليات اللي يقدر يحصل عليها الاتاكر هي من خلال بعض الثغرات اللي موجوده اما بالسايفر تيكس او بالسكريت كي او باعتمادا على الخوارزمية المستخدمة. فإذا كانت الخوارزمية عندي ضعيفة راح الأتاكر باستطاعته أن يضرب الخوارزمية ويحصل على المسج الأصلية.
هاي الفوكابولاري ايضا هنا الكلمات تحتاجون هذا البروت فارس اتاك. هنا هم ذولا النوع من المهاجمين. هنا وين انكريبشن اند ديكريبشن الجوريثم ار بابليكلي افيريبل اند بروت فارس اتاك مين تراين افري بوسيبل كي اند بيس اوف سايفر تيكس انتل انتليجبل ترانزيشن تو ذا into plain text is obtained. هذول شغلتهم المحاولات. المحاولات هذول يحاولون بكسر الشفرة مالت الانكريبشن. وهنا يقول يحاول كل ال possible trying every possible key. يعني مش قد عنده إمكانية بالحصول على plain text الرئيسية من خلال الكي. من خلال الكي يعني مثلا هالمرة راح يحاول ثلاثة ما رهمت ثلاثة، يحاول أربعة، يحاول خمسة، يحاول ستة، كل الأرقام يحاول وياها piece of cipher text، يحاول على المسج المشفرة. المسج المشفرة احنا شو نسميها؟ شكو مسج مشفرة احنا نسميها cipher text. يقول اللي يحصل على المسجر نهائية يحصل عليها بصورة صحيحة على مود يتوقف. فليش قلنا الانكريبشن الجورثم is very important؟ ليش الخوارزمية التشفير لازم تكون مهمة ولازم تكون strong؟ على مود قد ما يقدر يحاول بيها ما راح يقدر يحصل على البلين تكس الرئيسية. فهاي مهمة طلاب، يعني بالنسبة للخوارزميات، الخوارزميات لازم تكون strong، الكي مالتك لازم تكون strong، وأيضا ما تكون معروفة للخارجين، يعني لازم السيندر والريسيفر فقط هم اللي يعرفون الكي اللي هي الخاصة بالسايفر تكس مالتك. الكي سبيس هنا the total number of possible key، الأرقام الكلية للمفاتيح المهمة هنا that can be used for a cryptography system for example الديس. إن شاء الله راح نأخذها أيضا بالفصل الثالث الخوارزميات الديس والهنانة الكريبتوغرافي هنا and crypto analysis together constitute the area of cryptography. هنا بالنسبة لكريبتو أناليسز والكريبتوغرافي اثنينات أحد أنواع التشفير المهمة. هنا البيلدينج بلوك كلاسيكال انكريبشن تكنيك، طبعا عندنا شغلتين أساسية هي السبستيوشن والترانسبوزيشن. هنا السبستيوشن مين ريبليسينج اني إليمنت اوف ذا بلين تكست with the element of the cipher text. While transposition means rearranging the order of appearance of the element of the plain text. Transposition is also referred to permutation. على مود توضح عندكم طلاب احنا بكل الخوارزميات اللي راح ناخذها بهذا الفصل والفصول الجاية راح تعتمد على شغلتين. الشغلة الأولى هي substitution أو transposition. شنو الفرق بيناتهن؟ هنا معناتها طلاب يعني إذا عندي هنا عند أوضح لكم إياها مثلا إذا عندي هنا عندي مثلا هنا هلو استخدمت عليها الخوارزميات، استخدمت عليها مثلا خوارزميات السيزر وضفت وياها الكي ثلاثة راح تطلع لي مثلا هنا ال H راح يطلع لي K وهنا راح يطلع لي F وهنا راح يطلع لي مثلا ال L يطلع لي نقول M يطلع لي هنا M ال O يطلع لي مثلا ال Q وهنا الدبليو يطلع لي يعني هاي مثلا. اذا تشوفون هنا هاي المسج لما نعطيك اياها لما نعطيك هاي المسج الكي اف ام ان كيو يعني هنا نقول مثلا اكس واي
يعني من لما نطيف هاي المسج طلاب شبيها هاي المسج الأحرف مالتها تختلف تماماً علي من على المسج الأصلية هاي المسج الأصلية هاي البلين تكس وهاي السايفر تكس. البلين تكس قلنا شنو؟ قلنا المسج الأصلية اللي أني أريد أشفرها. فطلعت لي مسج ثانية هاي المسج الثانية تختلف تماماً عن المسج الأصلية البلين تكس. فهاي شو يسمونها؟ يسمونها substitution، يعني معناته مين replacing any element، replacing تغيير أو تبديل العناصر بالبلين تكس، تبديل العناصر بالبلين تكس بالمسج الأصلية with any element of the cipher text، يعني تبديل العناصر اللي موجودة بالبلين تكس هاي العناصر مال البلين تكس ويا عناصر جديدة هي هنا، ويا عناصر جديدة هاي العناصر تختلف تماما على اللي موجودة بالبلين تكس. هاي شي يسمونها؟ هاي يسمونها substitution. الترانسبوزيشن لا، الترانسبوزيشن مين rearranging، إعادة الصياغة فقط، تبقى بالنسبة للأحرف مالتنا لكن الأبيرنس أوف ذا إليمنت راح تتغير عندنا، راح تتغير عندنا. إيش راح يصير عندنا هنا؟ راح يصير عندي هذا الهلو هيك، يصير مثلا عندي راح يصير عندي W، راح يصير عندي W W فين صح؟ صار عندي W وعندي هنا مثلا الال الال H الO. لما أنطيكم إياها طلاب هاي، لما أنطيكم إياها وين عندي هنا هاي الهلو، يعني لما أعطيها الواحد أقول له، أقول له هاي المسج مالتي، يقول لي هاي المسج شنو؟ وهذا هو، هذا شنو؟ هو the cipher text، هاي المسج الأصلية مالتي. لما تقرأها لو إيه هاي مسج واضحة، هذا عندي، هذا شنو؟ هذا البلين تكست، هذا البلين تكست، هذا البلين تكست، وهذا عندي السايفر تكست. أنا سويت طلاب إذا تنتبهون هنا بالنسبة للسايفر تيكس اللي بالترانسبوزيشن الأحرف مالتي، إذا تشوفون هنا الأحرف مالتي بقن هذن هنا، هاي بقن نفسهن الدبليو دبليو ال ال موجودة، او موجودة، الاي موجودة، بس صار بيهن بس الري أرينجينج، ري أرينجينج إعادة تدوير للأحرف مالتي. الأول صار بالأخير، الثاني صار بالأخير مثلا، الأخير صار أول واحد، بس عملية تغيير للأحرف على مود شنو تطلع لي بصيغة ثانية والمقابل ما رح يقدر يقراها. هسه substitution والترانسبوزيشن شنو الفرق بيناته؟ إذا واحد يقول لك ياهن، واحد يقدر يعيد لي ياهن بسرعة؟ ها طلاب يلا على مود نتوقف ويا هاي، منو يشرح لي اياها شنو الفرق بين substitution وترانسبوزيشن؟ يلا نعم، دكتور substitution قلنا تشفير الرسالة تغيير النص تدريا، اي احسنتي، والترانسبوزيشن هي فقط تغيير ترتيب حروف الجملة. احسنتي. فهذا الـ substitution والترانسبوزيشن
الفرق اللي بيناتها. إن شاء الله عالأسبوع الجاي راح يكون عندنا راح ناخذ أول خوارزمية التشفير وهو السيزر، راح يبدي وراء من المحاضرة القادمة إن شاء الله راح يبدي أكثر شيء الفهميات عندنا. فيعني يا ريت تجون للكلية على مود يكون عندنا يعني هم نعطيكم واجبات وتحلونها مباشرة أمامي على مود يعني تنطبع عندكم، وأيضا راح يكون نقل مباشر للمحاضرة على الجوجل ميت إن شاء الله. يعني هم عندنا أيضا كاميرات موجودة ننقلكم إياها مباشرة وراح تسجل، خاف يعني أحد عنده ما يقدر يحضر أو عنده أي سؤال أو استفسار. وأيضا راح تكون باب الأسئلة مفتوحة مباشرة إن شاء الله. أحد عنده سؤال استفسار قبل لا ننهي طلاب؟ دكتور شنو الأسئلة أستاذ؟ والآن كان الإنترنت مقطوع دكتور عني. أقصد يعني حسين إذا راح إن شاء الله الأسبوع الجاي راح نقوم ننقل المحاضرات مباشرة يعني من الكلية.